British government, you will see. No more. 5, 6, 7, 8. Saudi is a terrorist state. That is rude, you will see. Bahrain will be free. Bani Khalifa, you will see. Bahrain will be free. Theresa, you will see. Bahrain will be free. British government, you will see. Bahrain will be free. The whole world, you will see. Bahrain will be free. Down, down. Al-Saud. Criminal family. Al-Saud. Murderer. Al-Saud. Baby killer. Al-Saud. Dictator. Al-Saud. Fascist. Al-Saud. Criminal family. Al-Saud. Murderer. Al-Saud. Hands off. Hands off. Hands off. هذه وقفة تضامنية بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الشهيد السعيد الشيخ نمر باقر النمر وبقية الشهداء الذين قضوا ظلما على يد سفاح الرياض، هذا النظام الإجرامي الذي لم يوفر دماء، الدماء المعصومة للأبرياء من نساء ورجال وشيوخ وعلماء دين ومن كل المناطق السعودية إضافة إلى جرائمه في المنطقة. هذه وقفة احتجاجية ووقفة تضامن مع دماء الشهداء لنؤكد بأن هذه الدماء السخية والزكية لن تذهب هدرا وستبقى سيفا مسلطا على هذا النظام. إذا كان هذا النظام قد برع في تقطيع الأوصال بالمناشير وقتل الناس في الزنازين وفي المعتقلات وعلى حبال المشانق وبالسيوف، فإن سيف العدالة بانتظاره في المستقبل، ولا بد لهذه الشعوب أن تقتص منه وتأخذ حقوقها ويعود إلى هذه المنطقة حريتها وكرامتها التي فرط بها هذا النظام وهذه العائلة. Was standing for all his life is for justice and freedom for all people. هذا أقل القليل في مثل هذه الوقفة إجلالا وتقديرا للتضحية الجسيمة التي قدمها آية الله الشهيد النمر في من أجل الأهداف السامية والكبيرة، أولا من أجلنا نحن كبحرانيين. يعني الشهيد النمر استشهد دفاعا عن شعب البحرين وعن قضيته، وأيضا دفاعا عن الكرامة والحرية. وبالتالي هذه الوقفة إنما تعبر عن شيء بسيط من هذا التقدير ومن هذا العرفان إلى هذه التضحية، إلى هذا الشخص العظيم وإلى تضحيته الجسيمة. وأيضا في نفس الوقت هي رسالة لآل سعود بأن حرارة فقده وقتله واغتياله لن تبرد، أن الشهيد النمر يرزح في قلوب المحبين، وأن للثأر موعد سيأتي في قادم الأيام، وأن ما قاله الشهيد النمر ما جأر به يشعر به الآن ليس فقط المتواجدون في المنطقة الشرقية في القطيف، الآن الكل يعاني من ظلم آل سعود. هناك مآسي إنسانية وبشعة تحدث في كل العالم من جراء الدور السعودي، حرب دموية بشعة ظالمة في داخل اليمن، تعذيب واعتقالات وقمع مستمر على كل الشرائح والتيارات والتوجهات المختلفة في داخل الجزيرة العربية. وبالتالي هذا ما جأر به الشهيد النمر في وقتها ضد تمادي وقم ضد الظلم والتمادي لآل سعود. وبالتالي نحن نقف مع هذه التضحية ونقف إجلالا وتقديرا كما ذكرت، وهو أقل القليل نقدم، أقل القليل نفعله في هذا المكان.